فرحين ان احنا في الاخر خالص مطلوب مننا نقول لربنا عن قلوبنا انها عند الرب، انها عند الرب. اذا كنا صحيح جايين عشان نعبد ربنا بصح او بجد، مفروض من ساعة ما ادخل الكنيسة لا بص لحد ولا اكلم حد ولا انتبه لحد ولا اصاحب حد ولا ابص ولا اتكلم مع حد. مفروض مفروض، ولو حد كلمني مردش عليه. لما بقف في الكنيسة وبعدين ولادنا الصغيرين الشمامسة الصغيرين واقفين ويقرب مني أب كاهن يتكلم، أعمل له كده طبعا أبونا بيتكسف، بس واقع الأمر إني أنا مش قاصد أكسف أبونا، بس قاصد أقول لأبونا الولاد دول يتعلموا ايه لما يلاقوا الكاهن بيكلم الاسقف. تعلموا ايه؟ تعلموا الكلام في الكنيسة، تعلموا انهم ينشغلوا باي حاجة في الكنيسة. يبقى احنا بنعلم ولادنا عدم الانتباه لله اللي احنا مفروض جايين الكنيسة عشان نعبده وعشان نقابله. ان كان فعلا مجينا الكنيسة عايزين ناخد عنه أجر أو ناخد عنه ثواب. لو فتحت الخلاجي تلقوا مكتوب فيه كده، يقول إيه؟ يقول قانون من قوانين القديس باسيليوس، من يتكلم في الكنيسة كلام خارج عن الضرورة يخرج منها ولا يتناول من هذه الدفعة من الأسرار المقدسة. يعني إيه كلام خارج عن الضرورة؟ يعني لو أنا عايز الشورية أنا ممكن أقول للشماس الشورية يا ابني، ده كلام للضرورة، لكن مش هقف احكي معاه حكاوي. واحد يجي، كنت في كنيسة من الكنايس، بعدين كان يوم عيد حلول الروح القدس في القاهرة، بعدين في العظة اتكلمت عن طبعا عيد حلول الروح القدس في آخر موسم القيامة، فاتكلمت عن طقس وضع أيقونة القيامة في صحن الكنيسة في أثناء الأربعين المقدسة. إنما من أول عيد الصعود أيقونة القيامة ما تتحطش في صحن الكنيسة، تدخل للهيكل الذي يمثل السماء. بعدين خلصت العظة وبعدين القداس وجاي بناول، حطيت الصينية بناول، لقيت واحد من الشمامسة الكبار دخل لي قال لي هو نيافتك قلت ان الأيقونة تتحط فين في الأربعين المقدسة؟ فرديت عليه لمؤاخذة يعني بغتاتة، قلت له تفتكر حضرتك ده الوقت المناسب فعلا انك تسألني وانا واقف قدام الجسد المقدس؟ هو اتكسف وانا كنت قاصد انه لازم يتكسف. ليه؟ لانه لما يكون واحد واقف في الكنيسة مش دريان هو وقفته واقف ليه، وفاهم انه بيعيد الكلام في ذهنه ويدخل يسأل الأبونا ولا الأسقف انت قلت ايه في العظة، يبقى الشخص ده ما كانش واقف يصلي، ده كان واقف يمثل. ده مؤاخذة في الكلمة يعني.
ليه؟ هقول لحضراتكم، كتاب بيقول ايه؟ ان كان الله هو الله فاعبدوه، وان كان هو البعل فاعبدوه. حاجه من الاثنين، يا لما ندخل الكنيسه احنا بالفعل واقفين امام الله نعبده، يا اما احنا داخلين نمثل على ربنا دور المؤمن اللي داخل يعني يمثل دور كده، يقعد ساعة اتنين ونص تلاتة واخد بعضه ويمشي، لكن استفاد ايه من القداس؟ ولا حاجة، لانه مش واقف يكلم ربنا، ده واقف يكلم ده مرة ودي مرة، وياخد ويدي مع ده ويوري ده التليفون فيه ايه، يبقى مش جاي عشان يصلي ولا علشان يستفيد من القداس. هل الذي يتصرف مثل هذا التصرف في الكنيسة يسهل للآخرين طريق التقوى؟ بالطبع لا. عايز أسهل لك طريق التقوى، لابد أن تراني مثل الملاك واقف لا أكلم أحد، واقف مكتف إيديا زي ما علمونا زمان في مدارس الأحد، واقف مكتف ايديا ومغمض عينيا واقف اصلي، مش واقف ابص هنا واشوف ده هنا واقول لي ده كده حاجه واقول لي دي حاجه، والناس ما تتزنقش تتكلم مع الكاهن او مع الاسقف او حتى تطلب صلواته الا اثناء القداس. قال يعني لو كتبوا ورقه ودوها لابونا ولا للاسقف دي مش نافذه المفعول، لازم يقول لي لابونا ابونا اذكرني انا ومراتي وعيالي في صلواتك، اكتبها في ورقه واديها للشماس سكتي من غير ما تقول ولا حاجه، واديها للشماس، الشماس ياخدها يحطها على المذبح احسن لك وافيد لك، وكده سهلت للاخرين طريق التقوى.